حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، بخميس حاسم وجمعة عول عليها المواطن لتمرير الموازنة، إلا أن إرجاء الجلسة لعدة مرات جعلت من الموازنة تتأرجح بين تمريرها اليوم والتسويف مجددا، رغم الاجتماعات المكثفة والحوارات العديدة لإيجاد نقاط التقاء تنطلق على أساسها الموازنة، إلا أنها لم تحظى بالتصويت على هذه أو إلى هذه اللحظات، مع إصرار ائتلاف إدارة الدولة على تمريرها بشكل أو بكامل بنودها خلال الساعات القليلة المقبلة. الموازنة تدخل حيز التصويت منذ يومين متتاليين رغم تداول المعلومات حول انسحاب أعضاء الحزب الديمقراطي من الجلسة. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وكما يبدو من المؤشرات الأولية للحركة النيابية، فأن الموازنة الثلاثية قد أبحرت من قبة التشريع نحو التنفيذ، لكن تجاوز هذه العتبة لا يمحي الجدل الدائر حولها، فهي خرجت من دائرة اتفاقات اللحظة الأخيرة وحجزت لها مواقع مميزة في احتمالات الطعن الحكومي ببعض من فقراتها، الأبرز فيها الضرائب المفروضة على حركة السفر وأسعار بطاقات تعبئة الرصيد والنفط، وهذا ما تعده السلطة التنفيذية مخالف لتوجهاتها، فهي شرعت الباب أمام حوت الضرائب وجعلته حرا طليقا. هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، المستشار الاقتصادي الأسبق لمجلس النواب الدكتور محمد الفخري، وكذلك الترحيب برئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذة صباح زنقنة. أهلا بكما، وأبدأ معك دكتور محمد. هناك جهود سياسية وزعامات تواجدت داخل البرلمان خصوصا منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، تعتقد أن هذه الجهود ستثمر عن تمرير الموازنة والتصويت على كامل فقراتها؟ نعم، شكرا. بداية شكرا لكم على الاستضافة، وتحياتي لكم ولمشاهدي قناة الأيام الأعزاء. أعتقد يعني حان الوقت أنه لتمرير الموازنة بأي شكل من الأشكال، يعني من ضمن حتى لو كان بالضمن يعني من خلال التوافق السياسي، واعتقد هو هذا اللي راح يصير. يعني من خلال متابعتي لملف مشروع قانون الموازنه، اعتقد التوافق السياسي هو الطريقه اللي تفضي الى اتفاق جميع الاطراف او ترضي جميع الاطراف على تمرير الموازنه، واعتقد تمرير الموازنه يعني اصبح يعني اصبح قاب قوسين او ادنى، بالتأكيد لأنه هناك مصالح، هناك يعني يجب أن ندعم يعني قال موازنة معناتها تمكن الحكومة بالتالي من تنفيذ برنامجها الحكومي. التأخير في الموازنة ليس بصالح أحد حقيقة، وهي السجالات السياسية اللي موجودة تحت قبة البرلمان يعني يجب أن تنظر يعني بنظر الاعتبار، يعني أنه يعني الموازنة هي غير قابلة للسجال السياسي، وبالتالي هناك مصالح نتأمل احنا من تنمية مستدامة، نتأمل من أن تنطلق المشاريع، وأن هاي الحكومة جادة في تحقيق البرنامج الحكومي. فأتوقع أنه بالنتيجة إن شاء الله يعني اليوم يمكن التصويت على عدد من مواد الموازنة، ولكن بالتالي يجب إقرار الموازنة بشكل نهائي بأقصى حد يوم غد إن شاء الله. ايضا نرحب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهان الشيخ راوف، ينضم لنا عبر سكايب مباشره. اهلا بكم سيد برهان. بالنسبه للاتحاد الوطني والاسلامي ايضا، كان لديكم شروط بتضمين فقره الادخار الاجباري بعد شطبها في اخر نسخه للموازنه، بينما الديمقراطي لماذا يصر على هذه الفقره او رفعها من بنود الموازنه؟ لماذا هذا الخلاف ما بينكم؟ مساء الخير، تحية لكم ولضيوفك الكرام. حياك الله. المشاهدين الأعزاء، حقيقة فقرة إرجاع الرواتب المدخرة أو الإدخار الإجباري للموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان، هذا مطلب جماهيري في إقليم كردستان، ولسنوات بقى كديون على حكومة إقليم كردستان، ونحن نطالب بإعادة هذه الرواتب المدخرة وهذا الدين على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى مواطنين، وهذا ليس شيء بغير قانوني وإجحاف أو شيء من هذا القبيل، وإنما هو حق مشروع للموظفين
والمتقاعدين في إقليم كردستان أدخلت إجباريا وبدون رغبتهم في ظروف الصعبة التي مرت بها الإقليم أثناء حرب داعش والمشكلات والخلافات بين الحكومة الإقليم كردستان والحكومة المركزية بخصوص النفط والغاز والميزانية خلال السنوات الماضية. وبعد الانتهاء من هذه الأزمات نحن نطالب بإعادتها إلى أصحاب الديون، وهذا نراه حق واجب، ومن واجبنا أن ندافع عن حقوق الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان، وليس شيء غير قانوني ولا سلوكي. المواطنون والموظفون والمتقاعدون هو مواطنين عراقيين، أولا مواطنين في إقليم كردستان، وعليهم لديهم حقوق كما كان عليهم الواجبات. طيب، لكن سيد برهان، عقد هذه الجلسة أو حتى قضية مناقشة المشروع الموازنة في ظل وجود خلاف كردي ألا يعرقل من جهود التصويت على هذه الموازنة أو حتى القضايا الكردية الاقتصادية؟ حقيقة نحن نرى هذا حق المواطنين والموظفين وليس شيء خارج القانون والدستور. ونفهم ونستغرب من الموقف المتشدد لحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستيلاء على هذه الديون وعدم إرجاعها إلى أصحابها الموظفين والمتقاعدين. رحب مرة أخرى بكم سيد صباح. والذهاب يعني بهذه النقاشات ومناقشة هذه الخلافات والمناقشات السياسية جرت في قاعات أخرى غير قاعة التصويت، قاعة البرلمان المخصصة للتصويت على فقرات الموازنة. طيب، إبعاد قاعة التصويت عن دائرة النقاش ماذا سيعطي صورة لهذه الموازنة التي تجري نقاشاتها في يعني داخل البرلمان بس مو بالقبة التشريعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم الأكارم وجمهوركم الكريم. يعني حتما هذا لا يعطي مؤشر إلا أنه الصراع لا يزال سياسيا وليس صراع مهنيا أو صراع على الأرقام، أو لربما أنه هناك مشاكل أو لربما هناك اختلافات واختلالات من هذا القبيل. صحيح أن بعض الأرقام تدخل بالمناطق الأكثر تضررا والمناطق الأكثر فقرا وهكذا من هذه الأمور، المناطق المنتجة للنفط والمناطق غير المنتجة، هذه أمور مفروغ منها. لكن هناك نقطة أخرى هي الصراع السياسي أو عملية الجذب، الشد والجذب بين القوى السياسية، ما يعني أن هذه الجلسات التي تكون بزوايا أخرى، ولكن صحيحا إذا كان تحت قبة البرلمان ليس بالقبة التشريعية ولكن في القبة السياسية، عندما يأتون ربما سيأتون بأشياء أخرى يتنافى مع النقاط اللي موجودة يعني فيما بين المختصمين السياسيين أو المتخاصمين السياسيين، وأيضا هو لا يتجانس مع ما يريده المواطن. اليوم الكل يعني وأنت وضيوفك الأكارم نتفق على أنه المواطن هو عندنا الأساس في يعني هذه الموازنة. هي ليست موازنة حزبية ونقول أن تفرق الأموال بين القوى السياسية، هي الموازنة خاصة بالمواطنين. إذا كان هم يأتون باسم المواطن ثم يتم توزيعها سياسيا فهذا يتقاطع أصلا حتى مع القسم الدستوري الذي أقسموا أمام الناس وعلى القرآن الكريم وأمام القانون. أما لا والله، إذا كانت الغاية مثلا هي يعني إحقاق الحق وإعطاء يعني مستحقات المواطنين، كنت أتمنى لو أن يوم أمس أنهوا كل هذه الأشياء حتى بالفعل تكون اليوم يوم كما يقال جمعة مباركة. لا، فعلا ستكون مباركة ببركتين، كون الجمعة هي مباركة والبركة الأخرى أنه أنهوا قضية التقاطعات والمشاكل التي امتدت لستة أشهر، وهذا ما تعودنا عليه منذ بداية وتأسيس الدولة العراقية وإلى حد اليوم، ما يعني أن الخلاف قائم والمشكلة قائمة، وأيضا أن أغلب الكتل السياسية هي لا تريد أن تنهي هذه يعني المشاكل حتى تستطيع أنها لا يعني تضغط على نفسها. يعني على سبيل المثال الاقتصاديون اليوم يرون بأننا عندما تجاوزنا ستة أشهر على الفترة قرار الموازنة، هذا يعني أن الموازنة في حال إذا ما قررت لا تكون هناك أي مشكلة مالية ولا أي يعني اقتراضات خارجية، ولن تكون هناك يعني نسب لنقول عجز بالميزانية. وهذه طبعا
مؤشر جيد ولكن على حساب مشكلة كبيرة، وهي أن طموحات المواطنين متعلقة. اليوم أي مواطن تسأله على التعيينات وعلى الأشياء يقول لك خلوه على الموازنة، على الموازنة تماما، مثل ما تصير أي مشكلة قال لك تعال ورا العيد، تعال ورا العيد، وبالنتيجة ما حققوا شيء. طيب بعد لك دكتور محمد، ده تشوف أنه الخلاف يعني متهمين الأكراد حاليا أو تحديدا الديمقراط الكردستاني بتأخير الموازنة، بتعنته بمواقفه بخصوص بعض النقاط الموجودة والمدرجة في الموازنة، لكن تعتقد أنه الخلاف فقط ينحصر بحصة إقليم كردستان وقضايا نفط؟ لو الخلاف حاليا ده يتعدى إلى حصص المحافظات في الوسط والجنوب اللي بعض نوابها ومحافظيها ما راضين على ما خصص لهم بالموازنة. نعم، شوف، أول شيء يعني هاي الموازنة هي الأكبر في تاريخ العراق. ثانيا احنا اعتدنا، يعني هاي ليست الموازنة الأولى والأخيرة اللي دائما يعني تتعرض إلى مزايدات وصراع سياسي. حقيقة هناك يجب أن نفصل بين قضيتين، يعني هناك جانب سياسي وجانب فني. الجانب الفني احنا نطمح انه ان تبدا المشاريع وان تنطلق مشاريع التنميه المستدامه، وبالتالي وايضا هاي بالمناسبه يعني هاي الموازنه تحمل بعد اجتماعي كبير، لان هناك دعم ل يعني صندوق للرعايه الاجتماعيه او شبكه الحمايه الاجتماعيه كما يطلق عليها لوزاره العمل. يعني الاف من العراقيين ينتظرون يعني هاي المساعدات أو شمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية، إضافة أنه هناك يعني كما نعرف 49 تريليون، يعني هذا يشكل نسبة حوالي 25% من الموازنة هي للاستثمارية، المشاريع الاستثمارية. نعم. وبالتالي لكن وين الجدل هو الحقيقة، هناك شعور بعدم وجود أو غياب عدالة في التوزيع الثروة. لا. وبالتالي يجد يعني كثير من المحافظات، مثل البصرة هي دولة عفوا محافظة منتجة النفط ومغبونة، يعني لم تأخذ نصيبها ولم تأخذ حقها في الموازنات السابقة، وبالتالي النواب هم ممثلين الشعب، يمثلون المحافظة، يمثلون، وبالتالي يعني ممثلين يعني النواب أيضا يسعون إلى زيادة تخصيص المحافظات. هذه مسألة طبيعية، كل محافظة تسمع، لأنه حقيقة نسبة المحرومية كبيرة، وبالتالي يجب ان نبحث عن يعني حل وسط، كيف نوفق بين يعني اغلب المحافظات هي محافظات حقيقه يعني تعاني من نقص الخدمات، من البنى التحتيه، من مشاكل كثيره، من امراض، وخاصه يعني محافظات، لا اقدر يعني استطيع ان احدد فقط الجنوب، يعني اغلب محافظات العراق. وبالتالي من حق المحافظ يعني من حق النواب أن يسعى إلى يعني خاصة اللجنة المالية اشتغلت على هذا الموضوع. طيب لكن إذا تسمح لي قاطعك دكتور محمد، يعني تسريبات أنه ما خصص للمحافظات في الوسط والجنوب يمكن كل محافظة نصف تريليون، محافظات المحررة أو المحافظات السنية شمالية وغربية تريليون ونص، بينما إقليم كردستان مبالغ ضخمة، ناس قالت 15 تريليون أو 19 تريليون. ممكن يعني أن يكون هذا الفرق الكبير والشاسع من أجل إرضاء الطرف الكردي وقبوله بالتصويت على الموازنة وتمريرها يجوز؟ نعم، هاي من الناحية السياسية ربما، لكن أنا أتحدث من البعد الاقتصادي. يجب أن تكون وفق حاجة المحافظات، يعني يجب هناك يعني تحديد الكثافة السكانية المحرومية، أن نعتمد إلى معايير أخرى أيضا، يعني إضافة للمعيارين اللي ذكرتهم، هناك يعني معايير أخرى. أن حاجة المحافظات خاصة في الوسط والجنوب يعني حاجة كبيرة بسبب تعرضها إلى يعني مشاكل بيئية، وبالتالي يجب أن تكون هناك يعني اهتمام وتخصيص أكثر للمحافظة، وخاصة يعني محافظة الدول المحافظات المنتجة النفط يعني لم تأخذ حقها من نصيبها من البترودولار كما يسمى، أو من تخصيصات تنمية الأقاليم. وبالتالي هناك شعور بالمغبونية، هناك شعور بعدم وجود عدالة في توزيع الثروة، لذلك يجب إعادة النظر في يعني مفردات أو بنود الموازنة على أساس يعني تحقيق، لا يمكن تحقيق العدالة 100%، ولكن بقدر المستطاع أن تتحقق جزء من العدالة وأن تمشي الموازنة. من الجانب السياسي يعني هناك اتفاقات، هو يعني أيضا الحكومة هاي انبنت وفق يعني سمي ائتلاف في داخل الدولة، وبالتالي هناك اتفاقات سياسية تم الاتفاق عليها،
ولا بد انه هذا انه يعني يكون الاطراف المشتركه بالحكومه يعني ايضا هي تستند على ما تم اتفاق عليه قبل التصويت على الحكومه. هذا جانب سياسي يعني لا اود الخوف فيه، لكن من الجانب اجد من الضروري مكان اقراء الموازنه باسرع وقت. لا زلنا احنا يعني على مشارف نصف سنه، وبالتالي يجب حتى ندعم الحكومه في توجهاتها يجب اقراء الموازنه باسرع ممكن، لانه مثل ما تفضل الضيف الكريم انه الكثير من الشعب العراقي طيب. ينتظر تعيينات وينتظر، وهذا ما منتظر حاليا في هذه الجلسه المستمره بانعقادها. ارجع لك مره اخرى سيد برهان، هناك حديث ان البرلمان سيعرض ماده للتصويت يخول بها السوداني باستقطاع مبالغ من الموازنه وارسالها الى السليمانيه والى حلبشة اذا لم تلتزم اربيل بصرفها. عندكم اتفاق مع المركز مسبق على هذا الموضوع؟ حقيقة يعني الطلب الاتحاد الوطني الكردستاني بهذه الفقرة في قانون الموازنة هو لديه مبررات كما معلوم لكم لجنابكم وللمشاهدين وللمتابعين لوزارة إقليم كردستان. نحن خلال الشهور الماضية في خلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة أربيل بخصوص توزيع الثروات والخدمات على محافظات إقليم كردستان، ووصل إلى حد مقاطعة كتلتنا الوزارية والسيد نائب رئيس الوزراء السيد قضاء طالباني رئيس كتلتنا الوزارية ظهور لاجتماعات مجلس الوزراء بسبب عدم الإنصاف والعدالة في توزيع الخدمات. ولذلك طلبنا بإضافة هذه المادة هو لإرغام وللإلزام حكومة أربيل لتوزيع الثروات والخدمات بشكل متساوي على المواطنين وعلى المحافظات في إقليم كردستان. وإذا كان الأخوة في حزب الديمقراطي الكردستاني مقتنعين بعدالتهم، لماذا يخافون من هذا البند وهذا الاقتراح؟ وهو في تغييره الأخير يقول في حال إذا لم يلتزم ما في أربيل على توزيع عادل فبإمكان المحافظة طلب قسطه من بغداد، فهذا ليس فيها شيء مخالف للقانون وليس فيها شيء يضر بحزب الديمقراطي الكردستاني حكومة أربيل، بل يتفضل بتوزيع العدالة للخدمات والبنى التحتية وكثير من الأمور والثروات، فليس هناك داعي من طلب من بغداد بإرسال هذه الحصة مباشرة إلى محافظة السليمانية. طيب. هذا هو مخاوفنا، ولإرغام الحكومة في أربيل على أن يلتزم بالعدالة والإنصاف في توزيع الثروات والخدمات على المواطنين في محافظتي حلبجة والسليمانية وإدارتي قرنيان والرافرين. طيب حاليا يمكن سيد برهان المعلومات متضاربة توصلنا من البرلمان، ناس تقول الديمقراطية شاركوا موجودين حاليا بالقاعة التشريعية، ناس تقول إن مقاطعين، لكن بشكل عام هذه الخلافات الديمقراطية خصوصا ومقاطعة الجلسة الخلاف فقط على بنود الموازنة أو قضايا النفط الموجودة بالموازنة، لو أكو خلاف أو نقاش حول مواضيع أخرى تم ربطها بالموازنة من أجل التوافق عليها والمساومة عليها؟ نعم، يعني قانون الموازنة وقانون حساس، ومع أنا مع رأي الأستاذ صباح الزندني تفضل بمزايدات. نحن يعني الآن في عام انتخاب، في شهر العاشر القادم هناك انتخابات لمجلس المحافظات، ويستغل الكثير من الأحزاب والقوى السياسية لدعاية انتخابية مبكرة خلال هذه تمرير قانون الموازنة. لكن الأهم نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب وطني، وليس لدينا قناعة بالشعبوية وإثارة هذه المواضيع لأغراض حزبية، نطالب بالإنصاف والعدالة في توزيع الثروات والالتزام بالمنهاج الوزاري لحكومة السيد محمد شياع السوداني وبرنامج ائتلاف إدارة الدولة الذي كنا شاركنا به شاركنا في كتابة البرنامج الوزاري. نحن نطالب بتطبيق ما جاء بمنهاج الوزاري، وأن يكون هناك قانون موازنة منصف يشمل جميع المحافظات العراق وإقليم كردستان. نحن في السنة الماضية كما معلوم لجنابكم في انسداد سياسي، رغم أن سعر النفط
اعلى مستوياتها من الاسعار، وهناك مبالغ ماليه طائله للخزينه العراقيه، ولن يستفاد منها مواطنون عراقيون. الان يجب على كل القوى السياسيه والوطنيه الاسراع بتمرير قانون الموازنه من اجل البدء ببناء وتعمير وبناء المشاريع بنى تحتيه مهمه للعراق وتوفير الخدمات الضروريه للمواطنين العراقيين. هذا هو هم العراقيين ومصالح العليا للشعب العراقي، غير المصالح الفئويه والحزبيه الضيقه. طيب سيد صباح، النواة الأساس لتشكيل الحكومة هو ائتلاف إدارة الدولة، تعتقد راح يجازف بالتصويت على الموازنة أو بنود الموازنة الخلافية مع الديمقراطي الكردستاني في حال مقاطعته من أجل هذه البنود؟ ممكن لأن يكون لهذا الأمر تداعيات سياسية على الائتلاف؟ يعني لا أعتقد بأنه سيجازف بهذه المجازفة، أو أنه سيمكن أنه يحطم حليف استراتيجي المتمثل بالكرد مهما انقسم الكرد الى اقسام. ربما لا تفكر يعني ائتلاف الدوله او بالنظر الى 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 تمزيق يعني بهذا العنوان. ممكن انه يقرب وجهات النظر، ممكن انه يعطي بعض المقترحات لتقريب وجهات النظر بين الديمقراطي وبين الاتحاد، على الاقل باعتبار انه هم يمثلون كل يمثل شريحه، واليوم هذه الشريحه هي غير شريحه غير منفصله. يعني الاتحاد ليس بدوله ولا الديمقراطي دوله، كلهم يمثلون الكرد، وهذه الشريحه متمازجه متداخله فيما بينهم، بالتالي لا يمكن الفصل بين الجمهور او انه يعني يتحول الاطار الى جزء من تهديم لهذه البنية الاجتماعية للكرد مهما كانت التقاطعات السياسية. لكن أعتقد بأنه يعني لابد أن الكرد أيضا اليوم يفكرون بتقريب وجهات النظر فيما بينهم، وأقصد القوة السياسية، لأنهم هم على أبواب انتخابات، والكل طبعا بالمناسبة لا أتحدث فقط عن الكرد، السنة والشيعة كلهم على أبواب انتخابات. عندما تطلب من عندنا انتخابات مجالس المحافظات، هل تريد من المواطن أنه يرى نفس المناكفات التي حصلت قبل 16 عاما أو أكثر من 18 عاما هي نفسها وكأنها مسرحية سمجة تتكرر كل سنة، صراع ما بين هذه القوة وتلك القوة، والغاية منها إشغال المواطنين، ثم يعمدون إلى نشر مشاكل إعلامية، ومن ثم يعملون إلى صناعة علاقة معينة في الدهاليز التي لا يتعرف عليها أي مواطن ولا يمكن أن يتعرف عليها. بالمناسبة يعني حتى يفهم المواطن قضية نقطة مهمة، ليس معنى كل صراع في السياسة أن هناك عداء، نقطة راس سطر، هناك تقاطع مصالح أو تقارب مصالح يقتضي أن تكون هناك أو يكون هناك صراع حتى يتم مثلا الاستحواذ على قوة معينة أو تغيير لمفهوم معين. هناك رقعة شطرنجية يتم التلاعب بها. حتى أبتعد عن التنظير وأقترب إلى الواقع، أقول بأن إبقاء المسألة هكذا بنهايات سائبة ودون إيجاد أي تغيير سيكون نذير شؤم بالنسبة لكل القوى السياسية. ما تعتقد أن الموضوع راح يتم بالتصويت بالأغلبية باعتبار البرلمان انطلق بصوت على بعض الفقرات، وقبل قليل قبل لحظات البرلمان صوت بالإجماع على المادة الثانية المتعلقة بالنفقات والعجز، لكن هناك تصريح أيضا قبل لحظات للحزب الديمقراطي يصف فيه المواد المضافة للموازنة بالمغرضة، يعني هذا مؤشر على يعني مقاطعة التصويت على هذه الفقرات. أغلب المواد اللي تم التصويت عليها هي مواد عامة لا تمس إقليم كردستان، مواد إقليم كردستان معروفة ولا يمكن الوصول إليها بهكذا طريقة بسيطة، ممكن أننا نقول يعني شكوا بها دخلي يسويها مرروها خلي ولي فلان روح فلان. لا احنا مو ما جاينا فد مجلس اعتيادي أو مثلا قاعدين مثلا مقهى مثلا مثل ما يقول بعض عامة الناس، يعني مع احترامنا للواعين منهم يقول خلي لا مو شي السياسة، السياسة أعمق مما نتصور. أعتقد بأن اليوم عندما القضية تصل إلى متبنيات الكرد، الكرد لن يسمح مجتمعين بأن تضرب أصولهم استراتيجية. نعم هناك خلافات فيما بين القوتين الكبيرتين، ولكن عندما تصطدم هذه الخلافات إلى قضية الاستراتيجية الأعمق المتمثلة بالعمق الكردي لا سوف يرجعون مرة أخرى ويخففون من نسبة التصعيد بين القوتين، ولن يسمحوا بقوة ثالثة أن يمرر يعني أجندتهم من خلال نقطة الخلاف الدائرة بين الحزبين. طيب أعود لك سيد محمد، دكتور محمد،
أغلب يعني بنود الموازنة أو كلها يعني تم الاتفاق عليها ما بين أغلب الأطراف السياسية، ما بين الحكومة المركزية والحكومة الكردية. البرلمان حاليا اللي أوجد بعض التعديلات حاليا دا يصوت، لكن بعض الفقرات ما متفق عليها. ممكن أن هذه التعديلات تخل بالبرنامج الحكومي؟ بعض التعديلات، شوف يعني قبل كل شيء يعني أنا أيد ما ذهب به الأخوة الضيوف الكرام، يجب تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والفئوية. نعم. إحنا اليوم عندنا مشكلة، يعني هناك عجز كبير، موازنة ضخمة الأولى يعني يمكن الأكبر في تاريخ العراق، يعني موازنة عجز بحدود يوصل 63-64 تريليون، مبنية على أساس 70 دولار للبرميل على أساس تصدير 3,500,000 برميل يوميا. هاي طبعا كلها قابلة يعني غير مضمونة، بالتالي يجب أن نفكر. يعني هنا احنا رهنا وضعنا في بالسوق العالمية، سوق النفط. سوق النفط إذا تعرض إلى أي تقلب بالأسعار أو عدم استقرار، هذا ينعكس سلبا على الموازنة وعلى يعني أيضا إيرادات الدولة. إضافة لو جينا يعني طالما حضرتك ذكرت أنه تم التصويت على المادة 2 اللي تخص يعني الإيرادات والنفقات، نشوف يعني الإيرادات 87% من الإيرادات هي إيرادات نفطية، وبالتالي 13% إيرادات غير نفطية. بدل ما يعني نضيع وقتنا في السجال السياسي والمناكفات السياسية والصراع السياسي، يجب أن نفكر بالحلول، نفكر كيف نعظم الإيرادات غير النفطية ونقلل الاعتماد على النفط، وبالتالي حتى يكون هناك استقرار اقتصادي، وبالتالي هناك استدامة، وبالتالي يستطيع السيد السوداني تنفيذ برنامج الخدمي. اليوم المواطن العراقي الشائع ينتظر خدمات، يعني يشوف شيء ملموس على الواقع. طيب كيف البرنامج الحكومي يتم؟ يعني هناك طبعا المادة 45 نصت على يعني تأسيس لهذه لأول مرة يعني في تاريخ الموازنات وحتى في تاريخ الحكومات بعد 2003. طيب صندوق تنمية العراق رصدوله تريليون، هذا لتحسين بيئة الاستثمار. اليوم نعول على تنويع مصادر الدخل. وكل هذا إذا تسمح لي قطع دكتور، كل هذا مرتبط بتمرير هذه الموازنة. قبل لحظات البرلمان صوت على المادة 9 والمادة 10 أيضا من هذا القانون. ترى أن البرلمان ماضي اليوم بالتصويت على كامل الموازنة باختصار إذا تسمح؟ نعم أعتقد، لا أعتقد 67 مادة يعني هي الموازنة يعني طويلة، وهذا يعتمد على طبعا على مدى الاتفاق او التوافق اللي تم، ولكن اعتقد يعني الجزء الاكبر سيمر اليوم. اما الخلافيه هي الخلافيه الماده 12 13 14 اللي خاصه باقليم كردستان ومتخص تسليم الايرادات الى الحكومه الاتحاديه، ايرادات الاقليم، وايضا حصه اقليم كردستان اللي 400,000 برميل يوميا. آلية هو الاختلاف مو على 400 الإقليم موافق يعني على تسليمها، ولكن تم الاختلاف على آلية تسليمها إلى سومو، وأيضا فتح حساب مصرفي وتخويل رئيس الإقليم بالصرف وغيره. يعني طيب هاي الآلية أعتقد بالنتيجة يتم التوافق عليها، لأنه من حيث المبدأ إنه هذا ما ننتظره اليوم في هذه الجلسة. شكرا جزيلا لكم عضو رئيس مركز الاتحاد أو عفوا المستشار الاقتصادي الأسبق لمجلس النواب دكتور محمد الفخري، كنت ضيفا كريما. شكرا لك، وشكرا جزيلا لعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد برهان شيخ رؤوف كان معنا عبر سكايب. شكرا لكم سيد الصباح، أرجو أن تبقى معنا. ومشاهدينا الكرام نذهب إلى ملفنا الآخر من الحصاد والخاص بموازنة أيضا، ونتابع أبرز ما فيه.
أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بأستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور مصدق عادل. أهلا بكم دكتور ضيفا كريما. أهلا وسهلا بكم. كما نجدد الترحيب برئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقان. أهلا بك مرة أخرى سيد صباح. أهلا وسهلا حياك. أبدأ معك دكتور مصدق، بعد أن تخطت الموازنة الثلاثية أو قاربت على تخطيها لعقبات السياسة والخلافات، لكنها ممكن أن تصطدم مرة أخرى بجدار ومانع الطعون القانونية، وهناك بعض الحديث أنها تجاوزت فعلا بعض الشروط القانونية. تعتقد ستواجه هذه الموازنة اعتراض قد تقدم الحكومة وتطعن بها؟ وسبق لوزارة المالية أن أكدت أنها ستطعن ببعض خطوات البرلمان. السلام عليكم، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. حياك الله. فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اليوم مثل ما ذكرت لثلاث سنوات، حقيقة اليوم أصبح المشهد واضح أن مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية قد ابتعدت عن الدستور وابتعدت عن قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، سواء من حيث تحديد نسبة العجز الذي يفترض أن لا تتجاوز 3%، وعجز هذه الموازنة بلغ 32%. أيضا فيما يتعلق بمسألة مستحقات أقليم كردستان، الخلاف اليوم يدور ليس على دفع المستحقات لأقليم كردستان بقدر ما يدور على من يسلم أولا قبل الآخر. فبالتالي قرار المحكمة الاتحادية العليا اللي حكمت به بعدم دستورية قانون النفط والغاز كان واضح وصريح بأن الإقليم يسلم ما عليه من إيرادات بيع النفط الخام والإيرادات الخاصة بالمنافذ الحدودية، وبعد ذلك يصار إلى تخصيص الحصة المقررة له وهي 12.67%. مما يصف إليه اليوم هنالك الكثير من المبالغ التي منحت على سبيل المجاملة السياسية، منها ما يتعلق بأجور نقل النفط الخام إلى تركيا، وكذلك أضافة بعض التخصيصات إلى صندوق المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين والموصل. فبالتالي اليوم أصبح المشهد سياسي بامتياز. فبالتالي من الجانب القانوني دكتور مصدق، يحق للبرلمان إجراء هكذا تعديلات دون الرجوع للحكومة اللي كان عندها اتفاقات مسبقة بهذا الموضوع ومشروع الموازنة؟ البرلمان يحق له مثلا حذف الفقرة الرابعة من القانون الموازنة؟ وشنو فحوى هاي الفقرة؟ وشلون قدر البرلمان، يعني ما مدى قانونية حذفها من قبل البرلمان؟ احنا قرارات المحكمة الاتحادية العليا واضحة وصريحة تقول انه ليس بامكان مجلس النواب ان يقترح اي مشروع قانون يتعلق باضافة اعباء جديدة على الحكومة، لكن الحكومة اليوم ارتأت برفع الموازنة من 137 تريليون إلى 200 تريليون، فبالتالي الإضافات اللي حصلت وفق قرار المحكمة الاتحادية العليا ستعتبر أنها إضافات غير دستورية وغير قانونية، وبالتالي في حال ذهاب وزارة المالية أو الحكومة أو أعضاء مجلس النواب العراقي إلى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قانون الموازنة خلال 30 يوم وفق ما تم تحديده في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، نعتقد أن المحكمة الاتحادية العليا سوف لن تتردد بالحكم بعدم دستورية المواد التي قام مجلس النواب بإضافتها والتي ترتبت عليها أعباء مالية جديدة غير المنصوص عليها في مشروع قانون الموازنة المرسل من مجلس الوزراء. نرحب بك مرة أخرى سيد صباح. يعني الموازنة العامة وفقا لهذه المعطيات، هل تراها أنها فعلا مهددة بالطعن القانوني؟ هل خالفت أسس البرنامج الحكومي؟ يعني تحية لك مجددا ولضيفك الكريم أستاذ مصدق ولكل جمهوركم. يعني أنت اليوم تتحدث عن القانون وأنا أتحدث عن مشكلة لا يمكن يعني الخروج منها أو معرفة المعميات أو الذي يقال يعني أسرار هذه المشكلة. القوانين التي توضع أساسا كل الموجودين مثلا في مجلس النواب، أغلب الموجودين في مجلسهم هم يمثلون الأحزاب، إذا كانت هناك لجنة قانونية فاللجنة القانونية هم ممثلين عن الأحزاب، بالتالي هؤلاء عندما يصيغون بعض القرارات أو ينضجون بعض القرارات ما ممكن أنه يتجرد عن الحزب لكي يكون قانونيا 100% حتى يأتي بشيء قانوني مثلا.
هو يحاول أنه يضع لمسات الحزب في القانون، يعني يكيف القانون مع إرادة الحزب. اليوم عندنا الموازنة هي موازنة صفقة سياسية ما بين القوى السياسية، تم قوننتها وتحويلها إلى قانون. حتى المشاهد يعرف بأنه ليس بالضرورة أن كل الأشياء هي قانونية، وليس الصراع قانوني أخي. هناك بعض الصراعات يتم قوننتها، بعض الصراعات هي أساسا هي ما لها علاقة، يعني لاحظ الصراعات من تكون سياسية بحتة ما يقدرون يوصلون للحل، شو يقولون؟ خلي نشوف المحكمة الاتحادية. بعدين لا والله إذا أكو في مجال الحل السياسي يقول ما في داعي للمحكمة الاتحادية. إذن القانون يصبح جانب يعني ثانوي بالنسبة للحراك السياسي. ما يدار الآن أو ما يدور هو الحراك السياسي، وإذا حصل أي اصطدام بين التحرك السياسي وبين القانون، صحيح نحن نقول أن الرأي الأساس فوق كل شيء هو للقانون، هذا إذا كان قرار المحكمة الاتحادية، ولكن ما دون ذلك القرار السياسي هو الذي يسير. على سبيل المثال أن المحكمة الاتحادية قالت بعدم شرعية فكرة معينة، اجوا دول السياسيين غيروا شوية من 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 هال يعني في الجوانب القانونية، رأسا اجوا شوفوا المحكمة قال ما عندي فد مشكلة. إذا منو اللي حرك القضية، حولها من قضية صراع إلى المحاكم ومن ثم إلى المحكمة الاتحادية، وتحويلها من المحكمة الاتحادية إلى الكتل السياسية لحلها؟ هم القوى السياسية الذين يحاولون جاهدا أن طيب قوى سياسية أو حتى كتل برلمانية عندها الحق أنه ترفع فقرة كاملة من الموازنة دون الرجوع إلى الحكومة كالفقرة الرابعة من قانون الموازنة؟ هذا الإجراء صحيح أم أنه يتجاوز هذه الصلاحيات الممنوحة للمجلس سيد صباح؟ طبعا هو ليس من حقه أن يعمل هذا الشيء من باب السياسة، لأن يعني هناك صفقات سياسية. الآن أنا اليوم لا أريد أن أتجاوز على المعلومات لدى ضيفك الكريم الأستاذ، هو أعلم من الجانب القانوني، لكن أقول سياسيا أنه كيف أنتم تشلون إرادة رئيس وزراء هو يريد يقدم الخدمة منكم ويكون نجاد طوق نجاة لكم في أصعب مرحلة فيما بعد احتجاجات تشرين وإلى حد اليوم، كيف تضعون هذه العراقيل والرجل هو اليوم جاء بمثابة منقذ لكم في 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 هالمرحلة؟ لهذا أعتقد أنه هناك هنا يحصل خلل سياسي. الاختلال السياسي يعني لابد أن تكون هناك إما أن تكون نوع من الاجتهادات أو ابتزاز، أو أنه لا والله حتى في داخل القوى التي نراها بأنها هي قوة منسجمة هناك صراع، ولكن الصراع خفي ولا يراد لهذا الصراع أن تشار إليها عبر وسائل الإعلام. طيب أعود لك دكتور مصدق، خصوصا يعني أن هناك تصويت على عدد من المواد كما ذكرنا، رجع البرلمان صوت على المادة اللي أجلها يوم أمس، المادة الثانية، كما صوت على المادة 9 والمادة 10 والمادة 11. المادة 11 تتحدث دكتور عن رسوم المركبات، وأيضا هناك مدرجة قضية رفع أو وضع ضرائب جديدة على كارتات تعبئة رصيد الموبايل مثلا، رفع ضرائب على شركات النفط ضمن هذه الموازنة، وضرائب أخرى. إذا كان من حق البرلمان فعلا أن يفرض هذه الضرائب دون الاتفاق مع الحكومة، طيب كيف سينعكس هذا على رأي الشارع من جانب آخر؟ حقيقة الدستور واضح وصريح يقول لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون. هذا قانون في الموازنة، فقانون الموازنة حتى في حال عدم تضمن لأي ضريبة أو رسم بإمكان مجلس النواب أن يستحدث أو يرفع من نسبة الرسوم. على سبيل المثال فيما يتعلق بما أثير بفرض ضرائب على البنزين والوقود وغيرها، هذا الأمر حقيقة عاري عن الصحة، لأن الضريبة التي فرضت هي فرضت على الشركات التي تأخذ النفط الخام بمبلغ 16 دولار، فبالتالي هذا المبالغ اللي صعدوا الضريبة عليها هي تأخذ من أرباحها، وهذا الأرباح كانت سابقا من أجل تعظيم الشركات النفطية اللي تأخذ هذه الحصص النفطية جزافا دون أن تقدم أي شيء ملموس، وأنما تقوم بتوزيعها كعمولات أو رشا أو تسيير أمور. فبالتالي هذا ما يتعلق بالرسوم المفروضة على الوقود، هي رسوم مفروضة على الشركات من أجل تخفيض نسبة أرباحها. المسألة الثانية فيما يتعلق بشركات الهاتف النقال، حقيقة مما يؤسف إلى أنه مجلس الوزراء سبق أن قرر إلغاء هذه الضريبة باعتبار أنها ضريبة مضافة على عاتق المواطن وليس على عاتق الشركات الهاتف النقال،
باعتبار على سبيل المثال نذكر لك أنه شركة كورك للاتصالات حكم القضاء ضدها بمبلغ 800 مليون دولار. هذا المبلغ كان الأجدر أن يصار إلى تثبيته ضمن الإيرادات الخاصة بالحكومة الاتحادية. فبالتالي عندما يأتي مجلس النواب ويقترح إضافة مبلغ 10% على كارتات الشحن الموبايل، معنى هذا أن الأعباء انتقلت من عاتق الشركات الهاتف النقال إلى عاتق المواطن، لذا فهي إضافة غير موفقة. وبالتالي بإمكان أي شخص متضرر أن يلجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا ويطعن بهذه المادة سواء كان نائب أو مواطن. فبالتالي كل ما أضيف من مواد نعتقد أنه بإمكان مجلس النواب أن يضيفها، لكن شرط ألا يرهق كاهل المواطن بالأعباء الضريبية التي هي تفرض دون مبرر. سيد صباح، يعني يمكن من حق أي حكومة البرلمان كما ذكر دكتور مصدق أن يفرض ضرائب أو يوجد رسوم على خدمات معينة، لكن مو بالمقابل سيد صباح، والمفروض أنه مقابل هذه الضرائب أن تكون هناك خدمات مقدمة للمواطن حتى نعم سبق تحصل على استحسان المواطن على الأقل أو رضاه أو سكوته. أحسنت، يعني هذا الآن أوصلتني إلى ما أريد أن أقوله. هل هناك يعني دمان اليوم أتحدث عن الواجبات، يحدثونني عن الواجبات، عليك الواجب كيت وكيت وكيت، أقول طيب أنا سأقوم بالواجبات، سأحترم القانون، سأحترم، لكن الحقوق هل أنتم أعطيتوني هذا الحقوق، الحقوق التي أبحث عنها؟ يعني على سبيل المثال خلي شوية نعتب على وزارة الداخلية أو نعتب على المرور، دائرة المرور. اليوم دائرة المرور مثلا من تفرض عليك حزام الأمان مثلا، يقول لك أنت أنا أريد أمان لك وأنت كن مفروض حتى ما يصير بك حادث أنا أخليك تكون بمأن من الحوادث تلبس حزام الأمان، وفعلا أكو حوادث مروعة البشر ينطلق من الجامعة مع السيارة لأن ماكو حزام أمان. من آني أجي أسمع المبالغ الضخمة صير علي مثلا كغرامة، أنا من حقي أقول يا وزارة الداخلية أو يا دائرة المرور هل تم التنسيق معكم مع دائرة أو وزارة الإسكان مثلا عن ودوائركم لتبليط الشوارع المهترئة اللي بكل قرش كبرها، بحيث السيارة هي تقوم تطير لا تفيد ويا حزام أمان ولا يجوز أني لابس حزام أمان وطيح على سيارة. طيب لكن سيد صباح هاي مبالغ مخالفات غرامات مقابل مخالفة. أنا أضرب مثل أستاذ بشار العفو. مثلا يعني المواطن قام بمخالفة دفع هاي الغرامة حتى لو كانت كبيرة من أجل أن يلتزم المواطن وإجباره على الالتزام، لكن مثلا فرض غرامة رسوم عفوا على كارتات تحل الرصيد حتى المواطن ما يتصل بعد يعني يستعمل التليفون. نجي على الكارتات لنفرض أخو سبق نضيف الكريم قال أنه أنا اليوم إذا فرضت ضريبة على شركة معينة من الشركات، الشركة تقول بعد خلص أنا ما عندي فد مشكلة راح أزود سعر الكارت أطلع على ربع دينار على 500 أنا مطلع المبلغ وفوقها زيادة وخير من الله. طيب هنا إيش راح يقول هذا المواطن؟ يقول هسه أخو أنتم خل نفترض أنتم سويتوا هاي الضريبة والشركة سوت هالفرة علي وسوت هاي الشغلة، طيب هل انتم مثلا نزلتوا تعريفه المبالغ اللي تاخذوه من عندي؟ يعني انا بس اعبر الثانيه بالدقيقه تحتسب علي دقيقه ام نظام الثواني؟ مثلا قضيه الانترنت مثلا، هاي الانترنت ايش قد تعطوني مثلا كهديه؟ مثلا 300 مثلا ميجا بايت او فتشي مثلا هديه لمده نهار كامل؟ يعني مو المقابل اذا ماكو خدمات الانترنت وخدمات الاتصالات وخدمات الرسائل، أنا أقول والله المبلغ اللي تأخذوه من عندي هذا مبلغ باطل وحرام عليكم، لأن أنتم أساساً ما قدمتوا لي خدمة في مقابل الضريبة. لا أنا راح يفترض شنو دور وزارة الاتصالات ودور السيد رئيس الوزراء عندما يفرض ضريبة، أو البرلماني اللي اليوم مثلاً يقول احنا نخلي ضريبة على الشركة، اليوم يفرضون على الشركة يقولوا لي يا شركة أنت مقيد بهذا الشيء، أنت مقيد بالشيء التالي، عندما نفرض عليك الضريبة وأنت تأخذ من المواطن أول تالي عليك التقديم التالي 1 2 3 ذني الخدمات بالنسبة للمواطن وبدون انقطاع، وعندنا مجسات وكان يفترض أكو فد مراقبة بس على الأقل هيئة الاتصالات غيرهم يراقبون، عند مثل ما أنا كمواطن أجي أقول يا بشو أنا هسه خليت الرصيد كلمت 5 دقائق أو 10,000 خلص عندي، يفترض أنه أكو مراقبة، هل هناك سرقة لهذه الأرقام أم لا؟ عندما تقول هناك النوع من هذه الرقابة أنا إيش راح أقول؟ أقول والله إذا تطون ضريبة ماكو فد مشكلة، في مقابل الضريبة إذا أكو خدمة أنا أقبل، مثل ما أعطيه المثل مال المرور، بالمقابل إذا أكو مبالغ تقتطع من عندي بالشوارع العام وبها تبليط للشوارع وتأثيثها وترتيبها وبتسبب لي حادث بالعافية عليهم.
طيب دكتور مصدق، انت ذكرت انه هذه الرسوم المفروضه على اي من المواضيع اللي ذكرتها بامكان الحكومه ان تطعن بها او حتى المواطن، لكن الا تخالف هذه مقررات معالجه الفقر والاوضاع العامه للشعب التي تعاني من الكثير من المشاكل؟ حقيقه لا يوجد تعارض، لان هنالك العديد من الصناديق التي انشئت في قانون الموازنه العامه الاتحاديه حتى فيما يتعلق بصندوق مناطق الأكثر فقرا أو صندوق التنمية، كل هذه مخصصة للمشاريع المتعلقة بالفقر، فبالتالي لا يوجد هنالك أي تخوف من مسألة احتمالية عدم قيام الحكومة بواجباتها في مواجهة الفقر، باعتبار أن هنالك استراتيجية وطنية وهنالك تمويل مالي. قفزت الموازنة من 137 تريليون إلى 200 تريليون، فهذا ما يقارب 60 تريليون كافية لمواجهة حالة الفقر، حتى لو نحسبها طيب. حساب عرب منقسم راتب شهري للمواطنين الفقراء، نعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على الإيفاء بمتطلباتها في التخفيف من حدة الفقر في العراق. طيب طبعا حتى هذه اللحظة البرلمان بخبر عاجل وصل إلى التصويت على 12 مادة، وأشكر الجزيل لكم أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد دكتور مصدق عادل، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا جزيلا لكم رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين الأستاذ صباح زنقانا، كنت ضيفا كريما، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وللقاء في حصاد آخر.